مزيان كيف كنت لبس عليكم. المهم دابا عن اسم ديالي جسيل الهاني، عن الاستاذ مصطفى الخداوي بمدينه فاس، تلميذ وممارس لرياضه الفنون القتاليه، هو الاستاذ مصطفى الخداوي اللي هو بطل دولي وعالمي ولكن تم مش متعرف الاعلام. دابا جيت نطلب من القطاع المسؤول على الرياضه اللي فتح لنا لي صال، لحقاش فاش كنخرجوا لها الطرق كنتعرضوا بزاف المضايقات من طرف الانسان، ما تقدر توقع لك شي اصابه او جاني انت مقطع للتامين لا حاجه، تقدر اي لحظه توقع لك اصابه ما كاينش غير ديابك كتكون اكثر يا رب وحديتك. انا ما كنطلبوا من القطاع المسؤول في الرياضه فتح لنا لي صال، لحقنا نشوق لا يصل بزاف الحوايج، لحقاش كانت عندنا بطولات ولكن ما كسبوش. ايوا نطلبوا عاوتاني لحد ان شاء الله يفتحوا لنا راسنا كنا بطوله ان شاء الله مازال نديروا فيهم اكثر مجهدنا. لحقاش بدينا كنشوف الرياضه ديال الفنون القتاليه كانت كتمهمشه من قبل دابا كتزيد تهمش ملي كانت، ومدربين مساكن كيعاني وكذلك الممارسين. والسلام عليكم. السلام عليكم، انا وليت عاوتاني، انا راه منفك شفت ديروا معايا شي حل، ديروا شي حل مع المدربين ومع الجمعيات، خصوصا الجمعيات اللي طبقوا دابا حنا كما كنشوفوا في هذه الايام الاخيره هذه ديال الاواخر ديال شهر 8 هما الجمعيات بداو مراقبه باش كتسالي. شنو هو السبب؟ هو القطاع المسؤول على الرياضه واش مازال ناعسين؟ ما بغيتوش تفيق، ما بغيتوش تفيق وما بغيتوش تسمعوا الصوت ديالنا، ما توصلكمش كلامنا، ما توصلكمش الصاد منا، وتنبقاو نحرقوا راسنا بليصاد وننتحروا وكدا عاد تبقى الا تفيقوا. راه بزاف هاد الشيء، هاد الشيء راه بزاف. ملي كنقولوا القطاع المسؤول على الرياضه راه باينه، حنا مسؤولين علينا الجامعات والجامعه خاصها تشد وزاره تشد بدور الرياضه. مؤخرا راه حنا سمعنا 82 مليار درهم اللي خرجت في الطاقه للجامعات باش الجامعات كيخرقوا داك الدعم للجمعيات، حتى تابعوا الكرا، تابعوا المصاريف، تابعوا بزاف الامور. فانا كنظن هذا الدعم هذا كان عليه يدوز مباشره للجمعيات، لان غيدوز مباشره للجامعات عاد يتفرق على الجمعيات. الخبر راه في راسكم، راه ماشي الجمعيات كاملين غيستافدوا، ماشي المدربين كاملين غيستافدوا من هذا الدعم ديال 82 مليار درهم. باش تكون في راسكم بلا ما نبقى نهضر بزاف، الخبر راه في راسكم كيفاش غتوزع الوزيع. هذه من جهه، من جهه وحده هي ان دابا الجمعيات متراكم عليهم الكرا من شهر 3، الكرا الضوء الماء من شهر 3 الى يومنا هذا اواخر شهر 8. راه كنعرفوا جمعيات مدربين مشاو عند مولي الكرا قالوا لهم اودي خصكم تنقص لنا ولو غير النص، يعني حتى شهرين وانا شهرين نتعاونوا. قال لهم مولي الكرا اودي بقا تتسالي وتهز الحوايج في شي بحال غنبقى نتابعك على داك الشهر هذيك راه تخلصني في يوم، يعني بقا يطب بنادم ويسالي شي قش راسو ماشي سوق مولي الكرا. هو راه من حقه، ملي كنشوفو من حقه، علاش؟ لان حنا القطاع المسؤول خصو يدير لنا شي حل. راه في التالي فاش غتسالي هاد الجائحه وتطلق الامور تولي المياه تعود المياه الى مجاريه، راه ما غتبقى حتى شي جمعيه خصوصا في الحياء الشعبي غتبقى كلشي طب سالا. اذا الله يجازيكم بالخير. انا راه بعدا ما نفكش، عندي الحمد لله لساني، عندي قمقومي، كنهضر والله ما نتفك بصفتي انني بطل دولي وبطل وطني وما نعرف شنو، وعندي الحمد لله ابطال ومكونين ابطال وكنكونوا شابو في الحياء الشعبيه مدينه فاس مقاطعه جنور. راه انا ما نفهمش، وراه هادشي بزاف راه حضرتونا وحضرتو الرياضه، كانت الرياضه مهمشه بشحال هادي، زادت دابا ماشي هي تهمشت، وزدتو دفنتونا، وفيقوا شي شويه من النعاس وديروا شي حل، راه في التالي جمعيات ما تبقى حتى شي جمعيه في شي حي شعبي والو، غتبقاو كلشي الاجرام كلشي كذا، تبقاو المدربين شي يمشي يخدم في البنية شي يمشي يهز الصنادق على كتافو شي بزاف على هاد الحكرة هادي، هادي راه بزاف عليها. الأبطال كيحاربو وكيهربو ملي كيقطعو البحر لهيك كيبقاو يهضرو على الله يجازي. حنا مبغيناش نديرو بحال هكا، حنا بغينا نبقاو في بلادنا ونترينيو في بلادنا ونهزو رايات بلادنا وفهمتيني، وكنغيرو على هاد البلاد هادي ولا هاد. الله يجازيكم بخير، والمسؤولين وفيقوا من النعاس والمدربين والرياضيين، وهضروا على راسكم وهضروا وتبقاو ساكتين، راه ما لا حول ولا قوة إلا بالله، أو كنغوت راه يشدني شي قريز ولا. السلام عليكم، أنا راه ما نفهمش.